أصعب شيء وجبة العشاء، كيف بدي أنا أحفادي يأكلوا بيض؟ من جو الفوتراك والطقس الحلو اليوم حنعمل أطيب وأسهل ساندوتشز. من هالأجواء الحلوة اليوم رح نعمل أطيب ساندوتش بيض مع الجبنة، وكمان معانا باسمة من لبنان. أهلا وسهلا فيكي. شكرا. أهلا فيكي شيف هلا. يعني طبعا مع هالطقس الحلو من الفوتراك اليوم الساندوتش السريع حيكون له طعم غير شكل كتير. خبرينا عن مكونات وصفة اليوم. معنا الخبز والبيض والفلفل الأحمر والفلفل الحلو الخضراء والحمراء والبقدونس واكيد ملح والبهار الاسود، ومعنا شرائح الجبنه شادر من بو. هن كمان الاولاد كثير بيحبوا سلايسز الجبنه مع الساندويتش، فبتجي فيها كثير قيمه غذائيه. يعني البيض بناخذ منه البروتين، بناخذ الكالسيوم من الجبنه، وبتطلع الساندويتش كثير مفيده وصحيه. رح اجيب لك صحن لتخلطي فيه البيض. يلا. اكيد هالشي دائما عندنا موجود بالثلاجه بالبيض، يعني ايه صح، شيء هين بدنا نحضره. فينا نضيف بقى الفلفل الاحمر، طبعا ما بنكتر كثير عشان الاولاد، يعني هيك لتعطيها شويه طعم صح؟ اكيد. وشويه ملح وفلفل اسود. طيب نحن هون عندنا المقلايه بلشت تسخن، بدك نحط اطيب شيء نحط زيت الزيتون. والله انا مع زيت الزيتون البيض يعني لا يعلى عليه، لانه دائما بيعطي طعمه طيبه. اكيد. وبتحسي زيت الزيتون هيك يعني نكهه عربيه كمان. طبيعي. بدك تحمسي الفليفله بقلبها او كيف حتعمليها؟ طبعا بدنا نطفي الفليفله الخضراء والحمراء حتى يدبلوا شوي. اوكي هلا نحن دبلناه هون للفليفله، لازم بقى نحط البيض. شوف هلا هون البيض بلش يستوي. الله على الريحه، جنن. زيت الزيتون مع البيض والفليفله الحاره يعني نكهه. طيب باسمه هلا صار عندنا البيض مستوي مع الفليفله الحاره. إيه؟ وضل عندك هيك شغله تفصيل صغير بتعمليه، حمص الخبز اهم شيء. طيب. هيك بس لتاخذ لون خفيف. هلا صار عندنا الخبز محمص وجاهز والبيض جاهز، خلينا نعمل الساندوتش. هلا طبعا مع حراره البيض على طول حتبلش تذوب الجبنه معاها، بتطلع اطيب. والله الريحه بتعقد. بعد هالوصفه هاي الاولاد كل يوم حيطلبوا منك هالساندوتش. أطيب ساندويتش بيض مع جبنة تشيدر، وصحة وهنا.